انا ممكن عايز استخدم دواء الدكتور يعمل انهبيشن للبليتلت. خايفين من الاسبرين اصل بيعمل طرح معده، نستخدم بنادول. قلنا يا باشا ماله مال البليتلت ده شغال على البريد بس ملوش دعوه بحاجه ثانيه. طيب الاستخدامات بتاعته الراجل يقول لك بيستخدم البنادول حينما يكون الاسبرين كونترا انديكيت، يعني تقدر تستخدمه كمسكن لما يكون الاسبرين ممنوع. طيب هيقول لك اديني مثال. بص يا باشا، جالي عيل عنده 8 سنين بيشتكي من فايرال انفكشن وعنده فيبر وعنده دواء وقت الحراره، فانا ما اقدرش ادي اسبرين وعيلته، كانوا بيعملوا حاجه اسمها رايس جروف. قال لك هو ده. يبقى اذا الاطفال شويه دايما نحب نديهم بنادول. الحاجه الثانيه الحمل، في الحمل عيله النون سترويدال كلها غير امنه وبتعمل مشاكل في الدكتس ارتريوز. انما لو واحده حامل وبيجي لها صداع كتير وعايزه دواء يشتغل سيلكتيف من غير ما يعمل مشاكل البنادول. بس دايما تحط في بالك ان البنادول مسكن وخافض بس مفيش حاجه ثانيه. بتظبط قال نو انتي انفلاماتوري. الساند افكت بقى دي اللي بنجيبها كتير جدا. بنجيبها ليه؟ لان الناس عمالين يسفوا طول النهار بنادول بالعبيط ومش عارفين اللي بيبوظ الليفر. بص يا باشا، البنادول في الدوز العاديه اللو دوزز، اللو دوزز ليه؟ اللي هي مثلا تاخد قرصين في اليوم، ثلاث قرص في اليوم ماكسيمم، ثلاث لو دوز. ممكن يعمل لك شويه حساسيه، لو انت يعني جسمك حساس، سكين راش وإديمة وما الكلام فاضي يعني. سكيد راش وقديمه وخلاص كلمتين دول. طيب انا بقى في مشكله ان البنادول لو انت خدت هاي دوز من البنادول بيعمل حاجه اسمها دوز ديبندنت هيباتو توكسيست. ايه بقى دوز ديبندنت هيباتو توكسيست يا باشا؟ نفصل فيها لازم نسال فيها. بص على الرسمه تاني، فوق السكشن اللي فوق نورمال ليفر، السكشن اللي تحت من غير حاجه كده، شوف ايه اللي حصل. اولا المنطقه دي اللي اتدمرت اللي حوالين سنترال بيت. طيب دي بيسموها سنتري لوبيولار نيكروز. الحركه اللي عندك دي سنتري لوبيولار، يعني نص السنتر بتاع الحته دي اللي حوالين السنتر اللي فيه سنتري لوبيولار. ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ اللي حصل ان البنادول بيتحول في جسمك لميتابولايت ثاني اسمه، مش مهم انت تحفظه، اسمه ان اسيتايل بنزوكينوز. ده ميتابولايت ثاني. طيب في حدود الجرعات العاديه يا شباب الليفر عندك في ماده اسمها جلوتاثيون، خدتها في الكيمياء جلوتاثيون؟ كانوا بيرمزوا لها بزرار جي اس اتش. الجلوتاثيون يا ماده بتدافع عني ضد الباراستامول. يعني انت لما تاخد اوكسين ثلاثه الليفر عندك في ماده بتدافع عنك عشان ما يحصلش الحركه اللي عندي اللي هي دي الرسمه دي. طيب السؤال بقى دلوقتي، لو انا خدت اوكسين ثلاثه اربعه انا عندي جلوتاثيون يقدر يصد الهجوم، يصد الماده السامه دي، يقدر يعمل لها ديتوكسيفيكيشن. انما السؤال هنا، لو انت بلعت 10 قرص في اليوم، لو بلعت 15 قرص، لو انتحرت ياكل 30 قرص، ايه اللي يحصل؟ هل عندك جلوتاثيون يكفي؟ الاجابه لا، هيحصل ديبليشن لكل الجلوتاثيون اللي موجود، والكميه الزياده من الباراستامول هتحول الميتابولايت الملعون اللي اسمه ان اسبان بنزوكينون، ثم ماسكه في الخلايا تعمل حاجه اسمها كوفيلنت بوند مع الهيباتوسايت اللي حوالين السنترال فين، ويحصل المنظر اللي قدام حضرتك ده. هيبان عليك المنظر ده هتعرف هيخلق قد ايه؟ خلال 24 ساعه. يعني تبلع مثلا 10 12 قرص بنادول مع بعض، في خلال 24 ساعه تلاقي عينك اتفرج. ولما لقيت اتفرج ده عمل ايه؟ عمل الليفر باظ. في خلال 48 ساعه لو ما التحقتش طوارئ واحد بالغ فرص تمام منتحر بيه. دخل دي الموضوع.
اول حاجه هيعملها له غسيل معده فورا. ده كل ما يجي بدري كل ما تنظف على فكره، كل ما يتاخر العيان كل ما يبقى الامل انقاذه فوق. لو جالك بدري بتعمل له غسيل معده اسمها جاستريك لاباج او ووش باي حاجه تشوفها، هو عامل لك اللي ده بتكتبها. معلش النبي ارجوك هات لي النبي بعد هذه المره اللي ايه؟ انا بقالي 12 سنه هنا في الجيش. يكتب برضه الدروب كما بيعملش الدروب خالص.
الاكسايد اندوكينون الليفر بيدافع عن نفسه في حاجه اسمها جي اس اس اللي هو جلوتاثيون. الجلوتاثيون هو اللي هيعمل ديتوكسيفيكيشن الماده دي. لو انت بقى بقى 20 قرص او هاي دوز الجلوتاثيون اللي في الليفر عندك كات نقطه لانه هيخلص، والماده السامه هتروح تعمل كوفيلنت بوند مع الخلايا بتاع الليفر وتدمر لك الليفر، تعمل حاجه اسمها سنتريولوبيولار نيكروز. طب يا باشا هيبان عليها المانيفستيشن امتى؟ خلال 24 ساعه عيني هتصفر وممكن اموت بقى مع الوقت يعني. على حسب الدوز، هو لك دوز ديبندنت بتاع عيني يموت بعد 24 ساعه، يعني يموت بعد يومين، على حسب الدوز اللي بلعها بقى. طب والحل؟ قال لك الحل كلمه جي اس اتش. الجي يعني جاستريك لافاش، هنعمل غسيل معده بسرعه. وهدي دوز اسيتايل سيستين على اساس انه يديني صنف هيدرايل جروب يوم الليفر يكون جلوتاثيون بسرعه ويدافع عن نفسه. ما ينفعش الكلام ده، لازم اعمل هيمو دايليسيس. وبقول لك الهيمو دايليسيس بيتر انها تكون ايرلي. طب ليه؟ لان اصل كل ما بتتاثر كل ما الماده السامه بتمسك في الليفر بكوفيلنت بوند. تكريس زمان ده قالوا الكوفيلنت بوند مع الوقت والله ايجنت تمشي مع الفيك خالص. فكل ما تعمل هيمو دايليسيس بدري كمان 8 ساعات كل ما يكون افضل. طيب التوازن اللي بعد كده محدش يقدر يسرده. لكن اقول لك معلومه بس، اقول لك معلومه على اولا ليكوا بقى مع الدخول، محدش يقدر يسرده ولا في احلامك. انما الدايبيرون اللي في الاخر ده بنجيب سيرته احيانا. الدايبيرون ده اسمه نوفاجين، اسمه تجاري نوفاجين. حد سمع عن النوفاجين؟ ايوه. للاسف في بعض الدول لسه بتبيعه ومن ضمنها مصر، والدول الدوله اتمنع من العالم كله. النوفاجين اللي تحت اللي اسمه دايبيرون ده، اسمه العلم دايبيرون ده، طالع في الاربعينات. دايبيرون ده طالع برضه من نفس الشركه الالمانيه اللي اسمها شركه باير دي، وفضل متربع على عرش المسكنات لحد 1970. كان اي حد يا باشا حرارته عاليه، عنده فيبر او عنده بين او عنده اي بلوى، ياخد قرص النوفاجين يطلع اي حاجه. كان فيري افكتيف، مور بوتنت ذان باراسيتامول ومور بوتنت ذان اسبرين وعيده. الميكانيزم مش معروف، هو بيضيع الوجع ازاي، بس في ناس بيقولوا انه شغال برضه زي الباراسيتامول على الكوكس 3 برضه. ده يعني مش شغال على الكوكس 3 زي الباراسيتامول، سيلكتيف كده، ملوش انتي انفلاماتوري اكشن. طب قضيته ايه بقى؟ قضيته في السبعينات ان بعض الناس لما خدوا النوفاجين ده كتير حصل لهم حاجه اسمها اجرانيولوسيتوزيس. ايه جرانيولوسيتوزيس؟ يعني بون مارو ايه؟ هي نفس الكلمه. كلمه ايه جرانيولوسيتوزيس؟ يعني كرات الدم البيضاء بتنقص، اللي هو الوايت بلاد سيل. ايه بتوع بون مارو ديبريشن؟ المره دي بقى بص فوق الباراسيتامول عشان يبوظ لك الليفر كان دوس ايه؟ دوس بجد عايز سرعه عاليه جدا، فالدكتور دخل ما بيضايقش قوي. الداي بايرون بقى ساعات بيعمل لك فور مارو ديبريشن بدوز اندبندنت. يعني دوز اندبندنت يعني ممكن قرص واحد يضيعك. دول كلها منعتها، كل الدول منعها من 1970 الا مصر ودول الشرق. موجود في مصر، روح للنهارده على فكره شركه فوكس مش عارف فاير اس، شركه فوكس دي بتبوش من مصر بس، مصر وبعض الدول التانية ومش عارف انجولا وحاجات كده يعني. الغريب ان ولا مره ولا واحد في مصر اشتكى من اجانب وسجل. يعني هو ده بره اي حد يسوق بره. اتفاجئنا بقى ان من يوم ما اكتشف لحد النهارده مفيش واحد مصري واحد قالوا اجرانيولوسيتوز، لدرجه ان الشركه شكت في نفسها والله العظيم. قالت ان الموضوع ده جينيتيك، يبقى حكايه الاجرانيولوسيتوز دي شعوب وشعوب. بما ان ما بيحصلش في مصر قامت مطلعه النوفاتشين دلوقتي كل انواع حقن والبوز كل حاجه المصريين مصري يعني. وطبعا حاجه اسمها نوفاتشين اوبلونج، قرص قد كده. اوبلونج ده يعني حاجه مضاعف القوه يعني. يعني قرص قد كده بس. وقال لك خدوا يا مصريين ما بيعملوش اي حاجه خالص. يبقى انا عايزك الله يكرمك. لا مش احنا مش هنجيب لك سيرته، متاكد. يعني انا احنا عارفين انه اتلغى. فانا مش هقبل عشان اسالك ليه. الخوف ده واحد يجي مثلا يمتحنك من بره من عين شمس الغلابه يجيب لك سيرته. لو جاب سيره النوفاتشين اللي هو بياخد المسجل. لو جاب سيرته هيسالك الكلمه دي بس. مشكلته ايه يعني؟ كله اجرانيولوسيتوز او بول مارو ديبريشن هيقول لك هي دوز ديبندنت، تقول له لا اتس نوت دوز ديبندنت ودي خطوره بقى. يعني ممكن تحصل من خلال قرص ولا بتاع. حصلت عند المصريين تقول له لا ما تحصلش ما تشتريهاش يعني. انما حصلت في العالم واتمنع في العالم مش كده. مش عايز بقى يعمل ازمه ويعمل مش عارف عشان كده. انا عايز كلمه اجرانيولوسيتوز عليه شفوي فقط، شفوي والشفوي ينقص، شفوي ليه حاجه كده بره يعني مش معقدة. احنا مش هنسال. انا اقصى حاجه اسالك فيها الباراسيتامول، لان انا عارف ان الناس كلها عماله تدفع على دول بره. طيب يا باشا اللي بعد كده نطلع على المهدئات، ندخل على المهدئات اللي بتعجبكم بقى. العيال اللي بيبرشموا اما تسمع ان في عيال العيال اللي هو بيخبط عليهم بيقول لك الواد ده مسكر خطر، اما تسمع الكلمه دي مسكر خطر وبياخد برشام
تسمع كلمة جاخد برشام ولا كلمة فتاة أو الوقت دي برشل أهو بيبرشل دي المقصود الحبوب اللي اسمها برشام هي العيلة اللي جاية له مش بقى المهدئات ما تسمع دي الحبوب اسمها LSD ده مش دواء ده دواء بيعملوه هما يركبوا حاجات على حاجات ويكونوا حاجة اسمها الريسيرش كاتل طايلاباي بتعمل لك هلاوس كأن ضفادع ماشية وعمال تعمل طول النهار تعمل بس ده مش دواء إنما أنا عندي المورفين كان بيعمل لك يوفوريا على مزاجك حلو والألم يروح مش عارف المرة دي بقى المهدئات دي اللي اسمها البرشام هتشوف دلوقتي إن الناس اللي بياخدوا البرشام دول بيبقى فاصل يعني لا ما تقول له اسمك إيه ما يعرفش أنت منين يا ابني ما يعرفش لو الضغط ما يحسش عشان كده العيال كلهم اللي بيدخلوا الجد يقول لك الجد ده بيبرشم بس أي تسأله أي سؤال ما يردش عليك طيب فعندنا عيلة بيسموها سيداتيف هيبنوتكس حلو كده يا باشا نتكلم في الكلام العلمي يعني سيداتيف هيبنوتيك هما ليه كان ناظمين الكلمتين في بعض مش عارفين يفصلوهم ليه يعني ايه سيداتيف الاول مخالف الحال طب يعني ايه هيبنوتيك منوم عارف الكلمه دي كل الكتب مش عارفه تفصلها عن بعضها يعني مش عارفين نقول سيداتيف ونشرح مش عارفين نقول هيبنوتيك ونشرح لا سيداتيف هيبنوتيك لان بيقولوا ان كل المهدئات اللي في الدنيا لو زادت الدوز بتاعتها تبقى هيبنوتيك فهم عيله واحده اسمها سيداتيف هيبنوتيك دراجز حلو كده طيب سيبك من التقسيمه اللي عندك جدول كده يقول لك ايه في ادويه بتستخدم اكثر كسيداتيف فلان ادويه اكثر كهيبنوتيك مش عارف كده انا عايزك تديني مذاكرتك من اول البنزودايازين اكتب عليها البرشام او البلاش مش على حسب بقى كل واحد ثقافه اكتب عليها دي حبوب اسمها البرشام بنزودايازين العيله دي مذاكرتك قلت عليها مهمه جدا مهمه العيله اللي هي بتسال فيها كتير ايه بقى البنزودايازين يا باشا البنزودايازين دي عيله عملناها ريسنت يعني حوالي مثلا نقول 40 سنه او حاجه او 35 سنه العيله دي عيله كبيره جدا كم دواء اسمه بنزودايازين العيله اسمها بنزودايازين يا باشا البنزودايازين تلاقي في الكتب جدول ما يقلش مثلا عن ان كنت انا غلطان يعني حوالي 80 او 90 دواء كلهم اسمهم بنزودايازين اخترعوا ليه؟ اخترعوا عشان مشكله النوم والقلق كتير مننا يدخل ينام النوم ما يجيلوش الا بعد ساعتين ويفضل يتقلب على السرير وبعدين حتى لو نام يا اخي تلاقي موجود بص ما صدق نام مع اي همسه صحي مش عارف ينام تاني فكانوا زمان بياخدوا منومات فكانت المنومات اللي احنا لقيناها كانت بتعمل مايوكارديال ديبريشن كان في ناس ياخدوا كتير يصحى ميت فقاموا اخترعوا العلاج اللي اسمها بنتو دايزبين يبقى ياخد كميه اوفر دوز يصحى ميت اهدوا نفسكم يطلع عليهم بقى ميت هم كان مدمن اللي كان مدمن المنومات القديمه كان مدمنها نوع يا جماعه في النظر كان مدمن المنوم حتى لما مات في البتاع ده قالوا من كتر المنومات اللي بياخدها عندكم ماي جاد ديبريشن فطلعت العيله اللي اسمها بنزو دايزمين عشان تبقى امنه جدا هتشوف دلوقتي ان العيله دي ممكن تاخدها تروح في النوم بامان وحتى لو حاولت تنتحر بقى مش هتفوت يعني انت لو قصدت تنتحر اقصى حاجه يجي لك فقدان ذاكره مؤقت وبعدين مخك يرجع لك تاني عادي طيب الكلاسيفيكيشن بتوعها ايه؟ الكلاسيفيكيشن ده عندنا حاجه اسمها شورت اكتنج دراج وعندنا انترميديت اكتن وعندنا لونج اكتن الشورت اكتن عايزه تحفظ دواء واحد بس اسمه ميدا زولام تحفظ واحد من كل عيله ميدا زولام الميدا زولام ده تقريبا مدته حوالي تقريبا 4 ساعات يعني لو انا خدت الميدا زولام يفضل عامل لي سيديشن وعامل لي تهدئه وعايز انام كده ومسترخي لمده 4 ساعات اللي بعده الانترميديت خد مثلا واحد من الاربعه اللي عندك البرا مثلا الاولاني البرا زولام اسمه في السوق ده مشهور جدا الالبرا ده اسمه في السوق زالكس كده اسمه كده مشهور جدا من اشهر الادويه اللي بنديها للناس كمهدئ ده مدته تقريبا 12 ساعه 14 ساعه بقول اقل من 24 يعني لو انا خدت قرص افضل هادي اقل حوالي 12 13 16 ساعه في بقى حاجات لونج اكشن زي الدايزيباب اللي جت سيرته كتير قوي الدايزيباب اللي جت سيرته كتير قوي ده بيقولوا ان هو اكتر من 24 ساعه يعني تاخد القرص تفضل دايخ او عايز تنام او مسترخي لمده تتجاوز 24 ساعه في ناس بيبالغوا وبيقولوا مدته 60 ساعه بس 60 ساعه دي كبيره قوي الكتاب عندك قلنا ايه هو اكتر من 24 ساعه خالص يبقى انا عندي ثلاث عائلات من البنزودايزيبين شورت اكتنج 4 ساعات ميدازولام خد المثال ده بس انترميديت اكتنج زي الالبرازولام اللي هو الزانكس
ولونج اكتن زي الزايد كده. ماشي يا باشا، تعال نشوف بقى الايه حاجه اسمها الدايناميكس ميكانيزمو اكشن. انا قلت لك ان العيله دي اسمها ايه؟ المهدئات والمنومات. بص يا باشا اقلب لي الصفحه وشوف رسمه كده، الرسمه اللي على اليمين. انا هعودها لك على الطفوله دول في الصفحه دي. الرسمه اللي على اليمين دي بتقول ايه بقى؟ حضرتك ايه اللي بيخليك تنام؟ ايه؟ هتقول في الدنيا. ايه الترانسميتر اللي بيخليك تروح في الدنيا؟ ايه؟ اسمع حاجه اسمها جاما امينو بيوتريك اسيد. وجاما اشهر انهبيتور ترانسميتر. مين هو المريض المصاب بالارق؟ اللي ما بينامش، القلقان، اللي ما عندوش الجاما ايه كويس، يعني بنسبه قليله. طب الجاما بيعمل ايه اصلا؟ الريسبتور بتاع الجاما عندك اهو مثلا كده عامل كده، ده الريسبتور بتاع الجاما، جنبه هنا كلورايد شمس. حلو يا باشا؟ دي خلايا المخ عادي. المفروض الجاما ده طبيعي، ده فيسيولوجي، الجاما مثلا ده بالمولكيولا ده. المفروض الجاما بيجي يشتغل على حاجه اسمها جابا ريسبتور. يقوم لما يشتغل على الريسبتور القناه اللي هي الشانل دي تكون مفتوحه، يقوم داخل ايون كلور. الكلور بيعمل لك هايبر بولاريزيشن وتنام. هو ايون الكلور اللي بينام. انت بتنام عشان كده. حركه ليه بس كده؟ يجي الجابا يطلع على الريسبتور، تقوم الكلورايد شانل مفتوحه، يقوم الكلور داخل خلايا مخك يفقدك الوعي، تروح في النوم. وما تقدرش تروح في النوم ازاي؟ طيب اللي عنده الارق بقى حاجه من الاثنين، يا الجابا ده مش موجود، يا اما الريسبتور في ايه؟ في مشكله، الريسبتور مش حساس للجابا. طيب بص بقى الرسمه اللي عندك دي، شوف الريسبتور بتاع الجابا كده اخباره ايه؟ شوف الرسمه الثانيه اللي هي البانل الثاني كده. الجابا جاي على الريسبتور بتاعه، هو قادر يمسك في الريسبتور كويس ولا انت شايف في مشكله؟ هو الجابا جابا طبيعي، انما المشكله ان الجابا تحس انه مش قادر يعني. مش قادر يلزق في الريسبتور بتاعه، في مشكله في شكل الريسبتور مش طبيعي. شوف البنزودايزمين جت عمل ايه بقى؟ البنزودايزمين جاي واشتغلت على الريسبتور مش على الجابا نفسه، ده اشتغلت على مكان جنب الجابا بيسموه بنزودايزمين ريسبتور. اما البنزودايزمين جت اشتغلت على الريسبتور بتاع عمل ايه في الجابا بقى؟ اللي هي الرسمه الثالثه. ايه اللي حصل؟ بص يا باشا البنزودايزمين اهي الرسمه الثالثه، اما جت اشتغلت على الريسبتور بتاعها هي مش على الجابا، كل اللي عملته عامل ايه؟ زقت الريسبتور بتاع الجابا شويه علشان الريسبتور يكون مناسب للجابا. قامت القناه بتاعت الكلور مفتوحه، الكلور هيدخل اكتر هتنام بقى. والقلق اللي عندك هيروح. سؤالي بقى هنا، هي البنزودايزمين راحت عملت حاجه في الجابا نفسه؟ طب الحاجه الثانيه، هي راحت اشتغلت على الريسبتور بتاع الجابا نفسه؟ هي راحت اشتغلت على الريسبتور الخاص بيها هي، اسمه بنزودايزمين ريسبتور. لكن الريسبتور بتاعها ده لما اشتغل عمل موديوليشن. موديوليشن يعني ايه؟ يعني ظبط الجابا ريسبتور. الحركه دي بقى لما ترجع كده للكلام اللي مكتوب في الصفحه اللي قبلها، يبقى الحركه دي اسمها الستريك موديوليشن. الستريك موديوليشن والجابا ريسبتور. كلمه ما اعرفش حطها دي في الديسكربشن ولا ايه؟ يعني ايه الستريك؟ اول مره الناس بتقول انه خد حاجه اسمها الستريك. في البايو؟ هو كلمة الوستيرك عندنا في الفارما معناها ان ما راحش للريسبتور الخاص ده، هو راح للريسبتور الخاص بيه هو، والريسبتور الخاص بيه هو ده ظبط الريسبتور الاصلاني، يبقى اسمها الوستيرك. بيقولوا زي ايه بالظبط؟ زي مثلا لما تقول حاجة ايه؟ بنطلون واسع عليك، فالترزي ظبطه على مقاسك، بس اسمها يبقى الترزي عمل لك الوستيرك وديفيرجن اوف ذا بنطلون كده يعني. فهو برضه البنزودايزمين راح اشتغلت على بنزودايزمين ريسبتور، عملت لك الستريك موديوليشن للجابا ريسبتور. بص بقى، انت عمرك ما تموت مهما تاخد من الدواء ايه؟ طب انا هقول لك دلوقتي لو بلعت منه شريطين كاملين كده مش هتموت، ليه؟ عارف لو كان الدواء زود الجابا كنت موت. انما الدواء ما راحش للترانسميتر نفسه، ده راح للريسبتور، هو اقصى حاجه عملها ايه؟ ظبط الريسبتور. والترانسميتر كده ولا كده انت عندك ليفل معين مش هيزيد عنده في مخك. يبقى هو مهما الدواء يشتغل هتاخد منه هيعمل لك ايه يعني؟ ظبط الريسبتور وخلاص. ان انا كنت تموت بقى ان شاء الله بعدين هقول لك انت تموت لو خدت دواء بيزود الجابا. لو انا اديتك زود الدواء زود الجابا نفسه هتموت، انما انا ما زودتش الجابا، انا رحت للريسبتور بتاعه ظبطته. انا مصاب بطلق يا اخي والريسبتور مش متظبط، الدواء ظبطه خالص. ماشي الحال؟ في بقى كام نوع من البنزودايزمين ريسبتور عندنا، اكتشف لحد دلوقتي العلم اكتشف 6 انواع. اللي احنا حافظينه كله لحد النهارده هو النوع رقم 1 اللي هو بيعمل الحركه دي اللي بيعمل الستريك، ده اللي احنا عارفينه. في 5 انواع من البنزودايزمين ريسبتور في مخك العلم ما يعرفش عنهم حاجه. في نوع متصل بالاحلام، ان انت لما تاخد لو خدت بنزودايزمين اشتغل على نوع
نوع مش عارف طب تايب 2 ولا 3 بيخليك تحلم كتير. في نوع ثاني متوسط بيبقى دي ما بتعرفش تبقى ايه تعيش حاجات كده عجيبه يعني. المهم النوع الوحيد اللي بيعمل لك الكتريك وتريشس النوع رقم 1 طب تايب 1 ماشي الحال يا شباب. طيب اللي قلنا الصفحه بقى كده شوف لنا ايه لا وانا عارف الجواب ده اسمه انا عارف لا في الجواب ماشي الحال. طيب تاخد البنزودايازبين خد جرعه صغيره يحصل لك انتي انكزايتي. الانكزايتي روح روح كده مثلا جرب. انا قلت لكم مره ان انا واحد من الناس لما بروح لدكتور سنان كنت دايما ايه عارف عندي مشكله ان اول ما يجي يديني بنت او يجي يشتغل احس ان انا عندي حاجه بيسموها ستريس فومتنج يعني عايز لا انا مش هرجع بس يجي يجيب ايه ايده عندي ما اقدرش اقول له ابعد وكانت تصلي بقى يروح كده. انما فهمت بقى ان الموضوع ده اسمه ستريس فومتنج. اما انا خدت البنزودايازيبين دي وبقيت اروح لاعمل سناني بقيت على الستريس راح بقيت شغال خلاص يبقى دي الجرعه الصغيره يعني. لو انا كنت زودت سنه كنت هلاقي لان انت لو زودت سنه هيبقى ايه هيبنوتيك افكت. مش انا قلت لك ان العيله اسمها سيدا تبهاك هيبنوتيك. فالجرعه الصغيره انت انفكت اي قلق يروح تزود هيبنوتيك هتزود شويه يحصل لك مصل ريلاكسيشن تبتدي بقى ايه عارف مش بس نايم ده انت نايم وعضلاتك فكه من بعضها بقى كمان. هتزود شويه يحصل لك اناسيزيا. اناسيزيا تخدير تتخطر تمام الله. طب وايه الفرق بين هيبنوتيك واناسيزيا؟ هيبنوتيك يعني نوم مش كده؟ طب واناسيزيا؟ ما انت نايم بس كلمه هيبنوتيك انت نايم لو انا قرصتك هتصحى. انما لو زودت الدوز ودخلت في اناسيزيا لو قرصتك وفضحت بطنك ما انتش صح. يبقى المساله دوز ايه حضرتك ها؟ على حسب الدوز بالراحه كده واحده واحده. قرص انت انكزايز قرصين هتنام ثلاث اقراص مثلا يحصل لك مصر ريلاكسيشن ازاز ايه جسمك يرس ويفك من بعضه خالص. اكتر من كده اناسيزيا وتجيب عن الوعي وما تصحى. طب اكتر من كده يا ابو سف بقى اللي سف وان شاء الله تاخد العلبه كلها. اقصى حاجه حصل لك حاجه اسمها اكيوت امنيجا. اكيوت امنيجا اللي هو نسيان تنسى اللي حصل بس مش نسيان انا كنت بذاكرها طول عمرك لا تنسى كل اللي بيحصل لك اثناء ما الدواء في دمك في جسمك. يعني زي مثلا انا كنت بدرع خمس ست اوقات بنزو بنزين حلو اروح في النوم حتى لو فوقوني بالعافيه وضربوني وعملوا زي اللي عملوا ثاني يوم لما مفعول الدواء يروح انسى ايه اللي حصل لي وانسى انا كنت فين ومش عارف. هل بقى بيستغلوها ازاي؟ الناس دول طبعا هم عملوا ده عاملين نوع من البنزودايزبين الترا شورت اكتنج بيستخدموه المخابرات في استجواب الجراثيم. كنا زمان الناس الصغار لما يجي يدخلوا على جاسوس يبقى مين؟ وياخدوا بعديها فين؟ يبقى مين؟ بالبتاع ده وياخدك ويلف بيك مش عارف عشان ايه؟ ما تعرفش انت مش فين؟ دلوقتي يا باشا عادي يقول الجاسوس قبض عليك. السلام عليكم وعليكم السلام. يوم يجي له نوع من البنزودايازيبين انواع بقى معينه عندهم هم ده بيعمل له بدوز معينه بيشتغل على ريسبتور الثاني بقى خالص غير بتاع تايب 1 ده بيعمل له حاجه اسمها انتيرو بريك امنيجا. انتيرو بريك امنيجا يعني ايه؟ بيبقى فايق بس ويكلمك بس لا يعرف يكذب ما يعرفش يكذب دي اللي بيسموها حقوق كشف الكذب باين ما يعرفش باين يبقى فاكر حاجه اسمها حقوق كشف الكذب او مرح الكذب يرد عليه ما يكذبش. تاني يوم روحه بيته انت كنت فين امبارح؟ ما يعرفش. طب مين استجوبك امبارح؟ ما تفهمش حاجه. دي بيسموها اكيد بننبه بقى بتنبيه مهم قوي. بقول لك ان انت تبقى قلقان قبل الامتحانات صح؟ حلو كلكم هتسالوا بقى القلق اللي قبل الامتحان ده عامل فيه ايه؟ لو انت خدت بنزو دايزيبين هي ايوه هتضيع الاكزايتي انا معاك وجايز تنام كويس انما كل اللي بتسجل على مخك اثناء ما انت واخد الدواء ما بتسجلش. انت مهما تحاول ثاني يوم تفتكر انت قريت ايه ما فيش. ادي المحضر كده لان يكون طول ما البنزو ده زمين في دمك كل اللي بتسجل على حاجه زي الكمبيوتر سواء واي فاي او تمبرري فاي يعني ثاني يوم طولت مسح خلاص ماشي الحال. طب استخداماتها بقى نستخدمها في ايه؟ والله تستخدمها في الناس اللي عندهم حاجه اسمها جنراليزد انكزايتي. في مرض اسمه جنرال او انكزايتي ديس اوردر مرض القلق. الانكزايتي ديس اوردر ده ان شاء الله في الطرف الطب النفسي سنه خمسه هدرسه من انواع الانكزايتي كتير. واحد عنده حاجه اسمها جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر ده طبيعته كده خليته كده ما بينامش كويس وقلقان من كل حاجه وتلاقي دايما عنده تاكيكارديا وعنده بخ اهو خليته كده حاجه اسمها جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر. واحد عنده حاجه اسمها سوشيال فوبيا. السوشيال فوبيا بيخاف من الناس
واحد ما بيقابلش الناس. في واحده كل ما يجي لها عريس تقعد تعيط وهو مش عايز تقابل العريس. ليه؟ عندها سوشيال فوبيا، بيتهيأ لها انها لما تقابل العريس هتغلط وكوبايه الشاي هتقع من ايدها ومش عارف ايه، لا بتترعش كده. طب وليه؟ ثم امها لو امها معلقاه تقوم مديها السن البيت صغير كبير يضيع الانكزايتي. هي مخها ده مفيش فيه خالص، وهتنسى شكله تاني يوم. العريس اللي جالك امبارح شكله كده والله اللي فاكر حاجه خالص، شوف ده ازاي فاهم؟ طيب يبقى ممكن جرار. بس بنقول ايه بقى؟ للاسف للاسف الشديد الادويه دي بتعمل تولرنس. يعني ايه تولرنس؟ يعني لما تاخدها كتير قوي مع الوقت مع الوقت ما عادتش تضيع الانكزايتي ولا حاجه، بالعكس بقى ده انت كمان جسمك يبقى ديبندنت عليها، لانك لما تيجي تبطلها تلاقي الانكزايتي رجعت. فنقول لا يا جماعه ما تستخدمش اكتر من 6 اسابيع. وبعدين لو احتاجنا بقى نستخدم حاجه للانكزايتي اكتر من 6 اسابيع حصه قادمه ان شاء الله هقول لك ان في حاجه اسمها اس اس ار اي دي ممكن استخدمها سنين. بس البنزودازيبين يعني ممكن كده يومين ثلاثه اربعه اسبوع، الا المواقف يعني عايز تعمل سنانك وبترجع عارف جاي لك مثلا مقلقه كده الحاجات البسيطه دي. عفريت هيطلع لك النهارده بالليل فتاخد الحاجه دي بس كل ده ماشي. انت الكل خلاص اثنين، الناس اللي ما بينامش كويس، واحد عنده انسومنيا، انسومنيا اللي هو الغرق، واحد يقول لك انا بنام ساعتين بس في اليوم ولا طول النهار بقى وانس ان انا صحيت. انا انا من النوع ده اللي وانس ان انا عيني فتحت لا يمكن اروح مكان، تبقى ليله سوداء بقى. اما تقدر تسافر مثلا بكره سفر طويل بعدين تبدا نايم الساعه 2 ولا تحسب لي الساعه 4 ولا 4 ونص ليه صح؟ طب انا نفسي ساعتين ونص مسافر بكره او انا شوف اكاد. لو انا بقى لو انت شخص لو زي حالاتي كده وعايز تطول عشان تنام 6 ساعات محدش صحيح كده، خد ايه واحد اللي اسمه ديما في جاي ديما ده مدته 8 ساعات تقريبا. تاخد الديما في الوقت اللي بتنام يعني انت تنام 7 ساعات سفيشن ديوريشن. الحاجه اللي بعدها ايه؟ ايبيلبسي ولا انتي كونفرسنت؟ مش احنا مش هو بيعمل مصر ريلاكسيشن؟ مش هو بيعمل مصر ريلاكسيشن يا باشا؟ استنى ليه في الاتوبيس مثلا انت راكب بره في الاتوبيس وسافر سفر طويل اروح جاي من نوبه غريبه كده ساعات بقوم قاعد على الارض بلبس نوم بلبس في بلد يعني يوم قال لي ما حدش مفيش دكتور. طبعا انت كده بتنسى ما اعرفش يعني ايه مش انا دكتور. طيب دلوقتي لو حصل كده لو اي بني ادم مقعد وقعد يده واتشل مش انت بتبقى خايف من التشنجات اللي هتحصل في العقل الثالث من خلف المريض انت هو ما تخافش من النوم يعني النوم هتقعد مثلا 30 ثانيه ولا دقيقه وتروح. انما القضيه اثناء التشنجات هم عرض ساعات بيقطع طيب الحاله اللي زي كده بقول لك المفروض لو انت عندك يعني اسعافات اوليه او انت كنت اسعافات اوليه وجاهز او بالصدفه في سنه في المكان الحدث ده تجيب حاجه اسمها ضايع دماغ او اي نوع من بنزو لازم مش شرط يعني اي حاجه قدامك اي دي بس انجكشن. طيب في اي وليد يقابلك بيعمل ايميديت مصر ريلاكسيشن يوم خلاص النوبه خلاص ما تامل عليه. بس خد بالك انا ما اقدرش امشي بقى مريض الابريكس عليه ولا ايه رايك؟ دي بقى يعني ارض دي انما عايز امشي بقى عندي ادويه متخصصه الابريكس لازم اشرب. اي هو هو اه دي طبعا دي بتبقى اسرع. افرض افرض ساعات بقى ساعات بيحصل يا جماعه حاجه انتوا ما تعرفوش بس يعني ما تتصرفوش مع اولادكم حاجه اسمها في البرايك والبرشا. ساعات بيبقى في دكتور بس عنده 5 سنين يسخن حرارته تعدى 40 تلاقي الواد اول ما حرارته تعدى 40 ده له تشنجات غريبه حتى بتقوي من شكلها سواء في البرايك والبرشا. في الحاله دي المفروض الدكتور اللي هو الاسعافات الاوليه يدي الطفل ده اما حقنه ضايع دماغ اي بي ودلوقتي عاملين ضايع دماغ ريك تاني طب وفكري نبص شرد للاطفال لان جايه الطفل اللي التشنج ما بيعرفش في ايده او ما بيعرفش في حقنه فاديله نبص شرد ايميديتلي لا تشنجات راحت. يبقى هو ايه اللي بيستخدمه انتي بس مش انتي ايبيليبتين هو ايه انتي ايبيليبتين ولا نظام قضاء ايه 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 عارف ليه؟ اصل احنا كنا زمان كاتبينها ان هو بيستخدم انتي ايبيليبتين طلع انتي مش صح هو ما بيعالجش ايبيليبتين انما غلط بتاع عيال صوت طارق وخلاص. الحاجه اللي بعدها ايه حضرتك كانت حاجه ايه؟ واحد هيعمل انذار واحد هيعمل اي حاجه سيرجيكال بسرعه كده على السريع. طب ما انت عايز مهدئ ما تديله ميدازولام قبل المنظار ولا قبل اي حاجه مهدئ يعني. مش انا قلت لك ان في حاجه قبل العمليه اسمها بري اناتيتيك ميديكيشن. فاكر امبارح لو العمليه هتبقى خطر وهاقرارات كنا بنديله مورفين عشان المزاج يبقى حلو. طب لو هي بقى عمليه صغيره يعني واحد يعمل منظار هيعمل معرفش خياطه بسيطه كده ساعات بعض الناس عنده هلع يبقى مثلا عنده جرح بسيط كده وجاي المستشفى يخيط الجرح هو جاي فاضي اول ما يدخل يشوف الدبل بقى والجرح والمشار وكده يجيبوا حاله تشريح. يا باشا تدخل تدي له حاله اصلا ميديا ولا ميديا وينزل الدنيا كده فاهم تدي تعمل اوبريشن من غير اي الم خالص.
بعد ما تاخد البنزودايزيبين بعد ما مفعولها يروح تنسى بتنسى انت حصل لك ايه. وده بقى بيقول لك بعد شويه من قوسين كده انه انترفير وز ايه ده انا كاتبها لك انت دي ده انا كاتبها لك انت عشان اقول لك ان انت لو خدت دي عشان القلق يروح كل اللي بتذاكره ميموري خلاص ما يتلخص يبقى ما ينفعش. طيب يا باشا اثنين ايه؟ قبل ما ينام على بعض مش قبل ما ينام ولا مش قبل ما ينام انت هيبقى ذاكرتك باستمرار ضعيف. اذا اتعودت على البنز والبنزودايزيبين هيبقى باستمرار ذاكرتك ضعيفه وباستمرار صعب انك تفتكر اي حاجه لو انت بقى ماشي على فتره طويله. نمره اثنين فيزيكال ديبندنس. عارف بيبنيوها ليه؟ الناس بتبنيها ليه؟ تخيل مثلا واحد عنده قلقان من كل حاجه وبيخاف من كل حاجه وبعدين هو اتعود خد مره بنزو دايزمين لقى نفسه لله كده مثلا محمد فاكر يا باشا جرب النهارده بس تاخد نص روح تتلبس طب اقول لك طب انا شجعك على تتلبس جرب النهارده اخد نص ده بالليل واتفرج على التلفزيون لسه شفت دي طيب ما هو الكبد عنده تعبان مش عارف متابلته هو كان الدواء يعمله غيبوبه بقى لا اديله النوره ده
اصل بيحصلوا بالتبريد من بره الليفر اكس راي حضور كنت كده عشان اسالك فيه قوي يعني اسمه التجاري الاتفاق تجاري اسمه التجاري ده الاتفاق خلاص ده مش طبيعي الاتفاق الاتفاق ده الاسم التجاري بتاع الدوره اللي بتديه واحد فين ده اصلا مقلق من الليفر عنده او عيان قلبيه هيريمه اربع خمس ساعات تمام ممكن الكل هو مفيش مشكله خالص واتصابت بعد اربع خمس ساعات تمام حتى لو الليفر تعبان لو استخدمت منوم ثاني غيره والليفر فيه مشكله جاي في المنوم بقى يفضل في الدم ما يحصلوش ميتابوليزم ده او مشكله والعيان ده يدخل مشاكل طيب كان حصل بقى وعي البدء ليه ارجع بقى للكلام ليه بقى بنسمي العيله دي البرشام ليه العيال المسببين الخطر بياخدوها بص يا اول ما البخ في البيج يمسك على وجه الدول هو الواد خالص كده باشا استنى ثانيه واحده يقوم مطلع من المحفظه بتاعته شريط هم مسمين الدوله ومسمين العيله دي ابو صليبه سمعت كلمه ابو صليبه من 1970 ليه مسمينها ابو صليبه لان معظم العيله دي تلاقي الكورس سكورز كده ايه معمول اربع ارباع فالواد هو مسافر هو مسمينه ابو صليبه عشان كده يعني كورس حاجه يوم الواد سافر في 10 في الراس حلو هو اصلا واد مسجل خطر ومتعود يشتري مادة على الحاجات دي. اول ما يدخل الاسم البوليس هو اصلا هيبقى في سبيس وفي براوزر هو مش هيبقى هيبقى مدلول. فالصابه دي الطريقه لو في اسمك يالا ما اعرفش. انت منين يالا ما اعرفش. الواد بيكذب. الواد بيكذب. لان الواد هيكون بيعمل له اكونت ادميشن. نسي كل حاجه اصلا. فين الكاسيت العربيه اللي سرقته؟ والله ما اعرف ليه. يبقى الواد ماسك الكاسيت اصلا. والله ما اعرفش راح فين. ما بيعملش وقفه. لانه بيقولوا ان هو لو اي حد اتعذب هو طبيعي لازم يعترف على الواقع صح هو اصلا متعرف بياخد الدواء عشان مهما يتضرب ما يكونش عشان يتصرف كده ماشي المفروض بقى ايه اللي بيحصل؟ الظباط في الفلوس بتاع طول ما يعرفش المعلومه دي بيفكر ان الواد مستعبط فرد يضرب فيه الكهرباء لحد ما يجوم هو ده السبب بقى لو الظابط بقى كان دارس كويس سيبه خالص اقبض عليه وسيبه يومين بس في السنسانه في الحبس بس لحد ما كل الدواء يروح وقالوا بقى من غير ما الكهرباء خلاص وهيجرب كل حاجه اول ما يتصرف انما ده اللي بيخلي العيال دي يبشموا الادويه دي من الدسم والبرشام مفيش واد مسجل خطر ماشي من غير حاجه وده اللي بيخليه يقتل من غير ما يحس ولا مين ولا عمل ايه ما هو هو فاصل اصلا ماشي الحال لو حد بقى خد ادويه ودي كتير واتمم عندنا دواء للانقاذ ده من الحاجه كان اسمه فلومازينين الفلومازينين ده ببساطه كده بكلمتين فلومازينين ده بيقفل البنزودايزيبيد ريسبتور ده بلوكر للعيال دي استنى بقى بس نقعد هو لو سالك يقول لك لو انا اتسممت بمورفين تنقذني في ايه؟ مورفين او مخدرات اوبيويد يعني في ناس اسمه نالو يا دكتور طب لو انا بقى اتسممت بالبرشام الراس اللي اسمها برشام اللي اسمها بنزودايزيبين ده عندك اسمه فلومازينين كومبيتيتس بلوكر في بقى شويه احتياطات تعملها قبل العيله دي والنبي ما تسيب العيله دي واحد برايس واحد فواتك ليه؟ ليه؟ يا علم اصل انت هتجيبه بالليل خلينا احنا الساعه 5 6 ساعات بنتصور بكره نسافر الاسماعيليه ولازم انام يا دكتور حاضر تقوم رازع انت في عيادتك بقى تقول له خد مثلا الدراسه الفلانيه قبل ما تنام بايه 8 ساعات ولا حاجه هتنام كويس هينام بس جايز يحصل له هانج اوفر ثاني يوم هانج اوفر اللي هو يقعد يسقط شبكه طول ما هو ماشي ينام على نفسه فهو بيعمل حادثه يبقى الدرايفر بلاش اي سواق بلاش تديله منومات حتى لو كان شرطه اكتب حتى برضه بنخاف برضه اثنين البريجننسي واللاكتيشن البريجننسي واللاكتيشن هي في ستات كتير بيشتكوا ان هم ما بيناموش كويس اثناء الحمل بس لما تديها بنزودايزيبين ساعات البنزودايزيبين بتعدي الجلسات هي ما تقدرش هتاذي ما تخافش موت بس الواد اللي جوه بقى المفروض الدكتور النساء انا بيتابع الست كل شويه بيشوف حركه الجنين ولازم الجنين يتحرك عدد مرات في اليوم والا نقلق اما هي بتاخد المهدئات الواد بينهار ما يخافش حركه لان الدكتور النساء يتابعها بس حاجه اسمها فيتا الماسكولار هايبوتونيا هايبوتونيا يعني خلاص مفيش دون مفيش حركه خالص فانت بتقلق لا يكون الكلب بيروح حاجه صحيح صحيح حالك متبطش يعني عشان تشوف حركته فين لازم اي عيل يتحرك على الاقل ست مرات في اليوم يخبط في الراحه بتاعه ست مرات رجله في الجرس في ايده اي حاجه يمكن ست مرات الانسان قوم بتحس بالحركه طيب البنت سايكلينج ساعات يبقى حتى لو هي بترضع لو هي بترضع وخدت البنزودايزيبين ساعات دي بتنزل البريست ميلك فالواد برضه ينام طول النهار ما يعرفش يرضع حاجه اسمها امبيرد ساكل مش عارف يبقى نايم طول النهار ومش عارف يرضع طب الحاجه الثانيه المرضى الهيباتيك الهيباتيك كوما او مرضى الليفر مرضى الليفر انا قلت لك ان الادويه اللي بتصنعها بتدوسهم بالليفر ومرضى الكبد اصلا انا قلت لك زمان دول كلهم غيبوا اصلا غيبوا الكبد هو مش ناقص منومات انما ممكن لو انت مضطر انا حفظتك واحد
عصفورة كانت شفاف نورا زيبان. لو مرضى الكامل انت مضطر عندك حاجة اسمها نورا زيبان. اللي بعد كده المايسينيا جريفز والناس اللي عندهم المشكلة في الريسبيراتوري سنتر. هو طبعا الأدوية دي آمنة جدا لكن برضو ما يمنعش ان في عيان عنده مشكلة في مخه عنده مش او مدمن الكحول. افرض واحد مدمن خمر هو اصلا طينة طول الطبقة. هو انت على راح تشرب خمرة وتجيب البيت الغازلين اللي الاثنين يعملوا مرض في الناس اللي بيشربوا غيبوبة احتياطات كده. انا هتكلم الباص هو ده اللي انت حضرتك تاخده لو انت عايز بقى تذاكر كده. مش انت هتسالني قبل الامتحان انت بتبيع الان قبل الامتحانات. طيب ما هي البنتو دايزلين بتنيمك كويس وبتضيع قلق بس بتعمل امنيجا ما تروحش تعمل حاجه اسمها ميموري ديستربنس. اللي هي اللي بتتعمل اسمه باص جيرون ده انت سمعت عنه مره اعتقد. احنا والله بص بقى احنا محتارين في امر السيروتونين في البرين. سيروتونين اسمه 5-HT اكبر لغز عندنا في الفرخ السيروتونين في البرين. لانك هتلاقي السيروتونين متهم مره بالميجرين لو انت فاكر. قالوا ان بيحصل سيروتونين ريليز بيحصل ميجرين وكان في دواء اسمه سوما تريبتان كان شغال. النهارده بقى فوجئنا ان في دواء اسمه باسبيرون. الباسبيرون ده بيشتغل على ريسبتور اسمه 5-HT1A اجونس يعني بينبه الريسبتور ده. اهلا وسهلا شكري. ايه اللي حصل يعني؟ قال لك لما بينبه ده اي قلق عندك بيروح من غير ما يعمل هيبنوزس يعني ما بتنامش القلق يروح بس. بيسموه سيلكتيف انتي انكزايتي لان العلم اللي فاتت لو كنت زودت الدوس فاكر انا كنت بدي كانت تعمل ايه انتي انكزايتي ازود هيبنوزس فاكر ازود اناسيزيا ازود امنيجا تنسى ده لا مهما تزود هو انتي انكزايتي. عيبه الوحيد انه بيضيع القلق بعد لونج تايم يعني بيقولوا في الكتب انه عايز اسبوعين على ما يجي السنه. Thank you.